حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. متابعينا مستمعينا الكرام، تابعنا الشوط الماضي شوط شاهين للسيد بطيب السباح بولود. الشامسي سجل 4:26 تغلى بشوط جديد من اشواط هذا الصباح، هو الشوط 16 بمجموعه الاشواط، يحمل بكشوفات الافكار تقدم واسير مع هذا الشوط. شوط الافكار بعد ما تابعنا شوط شاهين بالولود الشامسي اللي سجل حضوره ما شاء الله ونهايه مميزه الاروع، اتقدم ويسير مع شوط الابكار، اتقدم مع دها. هذه دها حمد بن ذياب بن خلفون الشرياني يقدم لنا دها بهذا الشوط، بينما المركز الثاني وصول من قبل صبا احمد بن خلفون بن نايع نعيمي، هذا هو بن الشرياني يقدم دها، بن نايع يقدم صبا. المركز الثالث وجد الشامية محمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، هذا الشعار سجل معانا نقطتين بهذا اليوم. انتقل مع المركز الثالث، المركز الثالث ادخلت الان وجود ترقص على ارضية ميدانها، ميدان العطائي والجود، يقدم حمد بن محمد بن عبيد الفلي. المركز الخامس وصول مع المركز الخامس من قبل الى عبد الله بن سالم بن ثعلوب الاكتبي. المركز السادس ادخلت بنت الواش الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. المركز السابع وصلت هني الغدوم من قبل سيوف سعيد بن عبد الله بن دويس الشامسي. المركز الثامن وصلت من الجهه الاخرى، ادخلت الان بهذه اللحظات وصلت اللي هي برمود منصور بن سعيد بن هدوب الوهيبي. المركز احتلت المركز الثامن. المركز التاسع وصلت غلا حمد بن سعيد بن علي بن عبد الشامسي. المركز العاشر، شوف العاشر من الجهه الاخرى اللي دخلت الان بهذه اللحظات، دخلت الان وصلت الظبي احمد بن محمد بن صغير بن خضاره المحرمي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى. تقول يا مصور العزيز في المراكز الخلفية، وعود إلى مقدمة هذا الشوط، عود مع مقدمة الشوط الشامية في موقع الشامي. يقدم لنا الشامية محمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، دخل في الأجواء الكيلو المتر الأخير، احلوت المنافس بين الحقايق السن الصغير. ادخلت راهي افتحوا لها الطريق عبد الله بن سالم بن ثعلوب. عبد الله بن سالم بن ثعلوب اكتبي يقدم لنا راهي، وهنا الشرياني يقدم لنا دها حمد بن ذياب بن خلفون الشرياني. شوف الرابع اخرها شوي شوف الرابع يا مصور، تركز بالاسماء الخلفيه القادمه بهذا الشوط. وصلت بهذه اللحظات، ادخلت مع المركز الرابع، وصلت الان اللي هي سلهود حمد بن سلمان بن سالم الوهيبي. خلاص شغل الخامسه رغم 19 هذه الخامسه ما شاء الله، وجود بالغبر اللي هي البرشه حمد بن مبارك بن محمد بن مرمان الشامسي. ولكن نقول جوله الاوامر وجوله السماعه، جوله السماعه احلوت المنافس راحت بالناموس اللي هي راهي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الاكتبي. شوف للثانيه جوله الاوامر ما شاء الله، افتحوا لها الطريق وصلت سلهود مع اللحظات الاخيره والشوط تقود ما شاء الله. حمد بن سلمان بن سالم الوهيبي 34 رقم هذه وصلت مع اللحظات الاخيره المركز الثاني ما شاء الله عند بن ثعلوب الثاني.
المركز الثاني أراهي للسيد عبد المسال بثعلي وكتب المركز الثالث. الثالث متابعين الكرام البرشا حمد بس حمد بن مبارك بن برمان الشامسي. الرابعة والخامسة كان الدخول جماعيا ما شاء الله. شو تجارة نقدم التهنئة والناموس لراعي سلهودة ما شاء الله.